اسف قوي يا ليلى. سامحيني، انا مش عارف نسيت نفسي ازاي. ايه ده، انت مستنيه حد؟ لا. طب انا مش لازم حد يعرف ان انا هنا، انا هستخبى ورا الباب لغايه انت ما تفتحي. مساء الخير. اهلا استاذ رأفت. اهلا وسهلا. اهلا استاذ منير. ما تاخذيناش يا ليلى لاننا جينا من غير ميعاد. اصل الاستاذ منير عاوز يتفق معاكي على حفله سينما ريفولي لانه مسافر بكره الصبح يا ستي. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اتفضل يا استاذ منير، اتفضل. انا خايفه عليه يا دريه. انا بستغرب، خايفه عليه من ايه بس؟ من حاجات كتير قوي، العادات والتقاليد وغيره وغيره. يا اختي الحب ما يعرفش عادات وتقاليد وغيره وغيره. يا مملوك سابت عروش عشان بتحب. ليلى شيل الفكره السخيفه دي من دماغك. لا انت مش فاهماني يا دريه، ما تتصوريش قد ايه بيعز عليا ويحز في قلبي لما بشوف الراجل العظيم ده بيتقلب الى عيل صغير ويخاف ويترعش مجرد ما يشعر ان في حد عرف الصداقة البريئة اللي بينه وبينه. ايش حال لو العلاقة دي تطورت الى اكتر من كده؟ انا يستحيل اقبل انه يكون في الوضع ده. انا لازم اقطع صلتي بيه باي شكل. يعني ايه؟ تقولي له ما تجيش عندي؟ تطرديه من بيتك؟ لا، هحاول اخليه ينساني. وانتي هتقدري تنسيه؟ لازم انساه، لازم. مش هتقدري يا ليلى، صدقيني مش هتقدري. هقدر، هسافر يا دريه. سافري؟ سافري فين؟ في اي حته، هبعد عنه شهر شهرين ثلاثه لحد ما كل واحد منا ينسى التاني. دكتور احمد. انت ليه عايزه تسافري؟ ليه عايزه تهربي مني؟ عرفت منين؟ دريه قالت لي على كل شيء. ارجوكي ما تسافريش، انا بحبك. وايه نتيجه الحب ده؟ انا عايزه اتجوزك، ارجوكي تساعديني. انا يعني كنت بقول لو توافقي اني اتجوز وما نعلنش خبر جوازنا لمده قصيره لغايه ما تيجي فرصه مناسبه، يبقى تحل كل شيء. قولي انك موافقه. قولي. دكتور احمد، انا يشرفني ويسعدني اني اكون مراتك، لكن احنا ما اتخلقناش لبعض. ما تقوليش كده يا ليلى، انا بحبك، محبوبتك، ما اقدرش اعيش من غيرك. وانا كمان بحبك، لكن احنا لازم نقدر كل الظروف ونحكم عقلنا قبل كل شيء. نحكم عقلنا؟ وقلوبنا نوديها فين؟ مفيش غير طريقه واحده، اننا نبعد عن بعض ويحاول كل واحد منا ينسى التاني. مش ممكن، مش ممكن ابدا. انا مستحيل اوافق على الحل ده. ده الحل الوحيد لمصلحتنا احنا الاثنين. ارجوك ما تعرضنيش يا دكتور احمد، ارجوك. ده قرارك النهائي؟ ايوه. المرجو من حضرات الركاب المسافرين الى بيروت على طائرة شركة الطيران العربية سرعة التوجه الى الطائرة. شكرا. انا اسفة، هضطر اسيبك دلوقتي. مع السلامة يا دكتور احمد، واشكرك على كل اللي عملته معايا. مع السلامة يا ليلى.